أنا أبيكم تسامحوني تكفون. جود الله سبحانه وتعالى شافيني ويسامحني. تفضلي. هذه فلوسك. هذه فلوس البيت اللي شريتيه، بيت ندى. أنا عرفت من المحامي أنت اللي خذيتي البيت. أي بس ليش؟ عشان أبي أرجع بيت ندى مرة ثانية يرجع باسمها، عشان أكون مرتاحة. إن شاء الله ما يصير خاطرك لا طيب. باكر أكلم المحامي مالي وأخليه يحول البيت باسمها. أنا أدري إنك كرهتني وحقك ما ألومك.